يلا صباح الخير أعزائي التلاميذ، أتمنى أن تكونوا بصحة وعافية كلكم يا تلاميذ الصف السادس، أولاد وبنات، وأيضا اشتاقنا لكم، أتمنى أن تكونوا بصحة وسلامة وخير. إن شاء الله راح نكمل دروسنا على هذه المنصة الإلكترونية اللي هي الإدمودو، وإحنا توقفنا بموضوع القواعد عند موضوع إعراب الفعل المضارع. اليوم راح ناخذ أول حالة من حالات إعراب الفعل المضارع اللي هي رفع الفعل المضارع، وتلاحظون هذا هو الموضوع. موجود عندكم نص يتحدث، يعني أنا أعتذر إنه الصورة يعني ما واضحة تماما بسبب يعني PDF المأخوذ للكتاب القواعد مو بالوضوح التام. أنتم ممكن أن تفتحون الكتاب وتتابعون وياي في موضوع إعراب الفعل المضارع، رفع الفعل المضارع، ونلاحظ بالنص اللي موجود عندكم يقول فيه: يحج المسلمون في كل عام إلى بيت الله الحرام ليلبس الحجيج ثوب الإحرام الأبيض، ويطوف الحاج حول الكعبة ويردد تكبيرة الطواف: لبيك اللهم لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. يؤدي الحاج مناسك الحج، فيقصد منى ثم يرمي الجمرات وينحر الضحية. خط تماما هنا ما واضح. فنلاحظ هناك مجموعة من الأفعال، هذه الأفعال اللي أمامكم اللي أنا مأشر عليها باللون الأحمر، بما أنه إحنا راح ناخذ فقط رفع الفعل المضارع، وأيضا رفع الفعل المضارع بحركة الضمة، يعني لأنه إن شاء الله من تتقدم بكم الدراسة في مراحل أخرى راح تلاحظون أنه هناك يعني علامات أخرى لرفع الفعل المضارع، ولكن في هذا الدرس راح نركز فقط على رفع الفعل المضارع بالضمة. فتلاحظون الفعل يحج ويردد ويطوف ويؤدي ويقصد وأيضا يرمي وينحر إلى آخره من الأفعال اللي موجودة في القطعة. هذه الأفعال يعني هناك من هو مرفوع بضمة ظاهرة من الأفعال المضارعة اللي تكون بآخرها حرف صحيح، يعني مو حرف من لما أقول حرف صحيح يعني ليس بحرف علة، يعني ليس بحرف علة اللي هي تعرفونها أحرف العلة تذكروها اللي هي الألف سواء كانت المقصورة أو الطويلة أو الواو أو الياء. فهذه الحروف الألف أو الواو أو الياء يسموها أحرف العلة. فالفعل إذا ينتهي بحرف صحيح يعني ليس حرف علة تظهر عليه حركة الضم اللي هي علامة رفع الفعل المضارع، وإذا كان منتهي بحرف من أحرف العلة مثل يؤدي، يرمي، يمشي، يسعى، يدعو، هذه الأفعال أيضا هي أفعال مضارعة ومرفوعة بضمة، ولكنها ضمة مقدرة يعني مع الياء والواو نقول منع من ظهورها الثقل، ومع الألف نقول منع من ظهورها التعذر. يعني الآن مثلا لما أتي إلى إعراب يحج أقول يحج فعل مضارع مرفوع وعلامة رفعه الضمة الظاهرة على آخره، وكذلك
يردد وكذلك يطوف، لكن لما أتي إلى الفعل يؤدي أقول يؤدي فعل مضارع مرفوع علامة رفعه الضمة المقدرة على الياء منع من ظهورها الثقل. الضمة المقدرة على الياء منع من ظهورها الثقل. ولما أستمر فلاحظ الفعل يقصد أو ينحر، فعل مضارع مرفوع علامة رفعه الضمة الظاهرة على آخره، لكن الفعل يرمي فعل مضارع مرفوع علامة رفعه الضمة المقدرة منع من ظهور على الياء منع من ظهورها الثقل. أيضا لاحظ الفعل يدعو في السطر قبل الأخير، يدعو الله سبحانه بالتوفيق للعودة إن استطاع إليها سبيلا. فالفعل يدعو أيضا فعل مضارع مرفوع وعلامة رفعه الضمة المقدرة منع من ظهورها الثقل، يعني ثقيل على اللسان أن تلفظ الضمة كما تلفظها مثلا في يحج ويطوف ويقصد وينحر إلى آخره من الأفعال. الآن نأتي حتى يصير عندنا واضح، نعرف الفعل المضارع. ما هو الفعل المضارع؟ كما تتذكرون أيضا أنتم أكيد ماخذين بالخامس ابتدائي السنة الماضية، الفعل يعني بأقسام الفعل اللي هي الثلاثة، الفعل الماضي والمضارع والأمر. فأيضا تعرفت على الفعل المضارع، نعيد مرة ثانية هنا حتى نذكركم بتعريف الفعل المضارع. هو حدث وقع في زمن التكلم واستمر إلى ما بعد زمن التكلم، وهو دال على الحال والاستقبال. لاحظ هو كل فعل هو حدث، كل فعل سواء كان ماضيا مضارعا أمرا هو حدث، لكن الفارق ما هو يعني في هذه التسمية في أن يكون ماضي أو مضارع أو أمر؟ هو زمن التكلم، زمن التكلم، زمن التكلم بهذا الحدث. في المضارع الحدث يكون موازي لزمن التكلم، يعني الحدث يقع ومعه الكلام، فهو موازي لزمن التكلم، وأيضا ينتهي زمن التكلم ويستمر الحدث. فأقول مثلا يذهب، فعملية الذهاب مستمرة، يعني بدأت من زمن من مع زمن التكلم يذهب، يعني الآن هو يقول ويستمر هو بالذهاب والتكلم ينتهي. فإذا الحدث هنا وقع في زمن التكلم واستمر إلى ما بعد زمن التكلم، ولذلك يقولون الفعل المضارع دائما هو يدل على الحاضر والمستقبل أو يدل على الحال والاستقبال. كما قلنا موضوعنا هو رفع الفعل المضارع. علامة رفع الفعل المضارع في هذه المرحلة اللي احنا جاي ندرس بيها، نأخذ فقط الضمة، وكما ذكرت بأن الضمة تظهر على الأفعال اللي آخرها أحرف صحيحة، يعني ليست أحرف علة، أما عندما تكون أواخرها حروف علة فلا تظهر هذه الحركة الضمة، وإنما نقول يعني ضمة أو فعل مضارع مرفوع علامة رفعه الضمة المقدرة على الياء وعلى الواو منع من ظهورها الثقل، ولكن على الألف نقول منع من ظهورها التعذر، يعني مع الألف نقول منع من ظهورها التعذر. هذا هو يعني درسنا لهذا اليوم، اللي هو علامة رفع الفعل المضارع. تعرفنا من خلاله على الفعل المضارع، وتعرفنا على علامة رفع الفعل المضارع وهي الضمة، وأيضا تعرفنا على دلالة هذا الفعل اللي هو الفعل المضارع يدل على الحال والاستقبال. وأيضا هناك نقطة مهمة جدا أتمنى أن تنتبهوا لها، أنه يعني تستطيع أن تحول الفعل الماضي إلى فعل مضارع إذا أضفت قبله واحدة من أحرف أنيت، اللي هي إما الهمزة أو
النون أو الياء أو التاء، هذه الأحرف الأربعة الألف أو الهمزة عفوا أو النون أو الياء أو التاء اللي يجمعوها بأحرف أنيتو، هذه الأحرف كل حرف منها إذا يعني أتيت مثلا الآن أأتي بفعل ماضي أقول ذهب وأريد أن أحول الفعل الماضي ذهب إلى فعل مضارع، أتي بهذه الأحرف الأربعة وأضع الحرف الأول اللي هو الهمزة أو الألف أقول أذهب، بعد ذلك أتي بالنون أقول نذهب، بعد ذلك أتي بالياء أقول يذهب، وأخيرا أتي بالتاء وأقول تذهب. فإذا هذه الأحرف إذا حرف منها جاء في بداية الفعل يعني أضيف إلى الفعل حول زمن من الماضي إلى المضارع، وأمامنا هذا المثال اللي هو تقتل الشمس الجراثيم، تلاحظون الفعل تقتل اللي هو باللون الأحمر وتحت الخط الأصفر، لاحظ علامة الرفع هي الضم واضحة، فعندما أتي لإعرابه أقول تقتل فعل مضارع مرفوع وعلامة رفعه الضمة الظاهرة على آخره. إلى هنا أنا أكون قد انتهيت من توضيح هذا الموضوع، موضوع بسيط، أتمنى إنه أنتم يعني بالبيت لما تتصفحون مواضيع القراءة تحاولون أن تنتبهون على الأفعال المضارعة، وكما تعودنا إن شاء الله أنا يعني راح أتواصل معكم سواء على الأودومودو أو بالكلاس دوجو إذا يعني نحضر أمثلة يعني بعدد أحرف أنيتو، 4 أمثلة على الأفعال المضارعة، يعني فعل مضارع يبدأ بالألف، فعل مضارع يبدأ بالنون، فعل مضارع يبدأ بالياء، وفعل مضارع يبدأ بالتاء، وهذه الأفعال نضعها في جملة مفيدة. فإذا يعني أريد منكم أن تعطوني بعد نهاية هذا الدرس 4 أفعال مضارعة ومرفوعة بضمة ظاهرة، هذه الأفعال مر الفعل يبدأ بالهمزة أو الألف، وكما قلنا مثل أذهب أكتب أدرس، وأريد شوية يعني حاولوا أن توسعون يعني الأمثلة، مو فقط هذه الأمثلة اللي يعني صارت أمثلة نمطية أقرأ وأكتب وألعب وما شاكل، أريد شوي نوسع حتى كل ما ازدادت الألفاظ عندنا صار عندنا القدرة أو صار عندنا ثروة لغوية نستطيع أن نستعملها في مواضيع الإنشاء ونستفيد منها. وفي نهاية الدرس أتمنى لكم التوفيق إن شاء الله، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن تزول هذه الغمة عن الناس، ونعود مرة ثانية لنلتقي في المدرسة وجها لوجه ونسألكم وتجاوبونا ونتحاور، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.